طيب لو كلام طبعا في طبعا عندنا اسماء تانية رحلت، يعني جوندوجان رحل لبرشلونة، كلام على برناردو سيلفا ما زال قائم، وخصوصا بعد صفقة لوكاس باكيتا. خلينا نتكلم على اهم الاسماء والانتدابات من وجهة نظرك، اهم الصفقات اللي قامت بيها او اللي انت تراهن عليها انها تظهر كنجوم كبيرة في الدوري الانجليزي في النسخة الجديدة في السيزون ده، ويكون ليها تأثير مع فرقها بشكل كبير. حسنا، هذا سؤال صعب جدا. أعتقد أن من الواضح أن مانشستر يونايتد هم يأسون الآن لتوقيع أي صفقات، ولكن ميسون ماونت سيكون مؤثر. جيمس ماديسون لتوتنهام هو صفقة كبيرة بالفعل، هو لاعب رائع. أنا مندهش أن لا يوجد أي نادي إلا توتنهام أراد ماديسون. أعتقد أن رحيل غوندوغان ورحيل برناردو سيكون ضربة كبيرة للدوري الإنجليزي، ولكن يوجد الكثير من اللاعبين لديهم الطموح الكبير. كما قلت، باكيتا حينما انتقل لمانشستر سيتي، مانشستر سيتي لديه الفرصة لتوقيع عدد آخر من اللاعبين، وأتوقع لهم النجاح في هذا الموسم. موزيس كايسيدو أو كايسيدو، اللاعب الإكوادوري البالغ من العمر 21 عام، واللي كان عليه صراع كبير جدا بين تشيلسي وبين ليفربول، انتهى على حد معلوماتي لصالح تشيلسي. رأيك في هذه الموهبة الشابة، وهل تستحق الضجة اللي خلت بعض المحللين يشوفوا أنه هيكون أهم وأفضل لاعب في الدوري الإنجليزي في السنوات اللي جاية؟ نعم، هو لاعب مذهل ولاعب رائع. هو ليس فقط لاعبا شابا، أعتقد أن برايتون وقع مع كايسيدو ل4 ملايين جنيه استرليني، ولكن قاموا ببيعه بمبلغ كبير، فأعتقد أنه صفقة كبيرة. هو لديه هامش تطور رائع بالنظر لما حققه في الدوري الإنجليزي في مدة قصيرة. أعتقد أن هذا التوقيع سيكون وهذه الصفقة ستكون من أهم الصفقات في تاريخ تشيلسي. المدير الفني لتشيلسي قادر على تطوير كايسيدو بشكل أكبر. طيب